كيف وماذا؟ كيف وماذا؟ كيف وماذا؟ أين لماذا؟ أين لماذا؟ تلك هذه تلك هذه ذاك هذا ذاك هذا تعرف كيف وأين وماذا؟ أين وماذا؟ كيف وماذا؟ حتى تغدو صاحب علم ماذا ماذا؟ أين لماذا؟ فورا تابعنا يا هذا 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 كيف وماذا؟ حتى تغدو صاحب علم صاحب علم أين لماذا؟ فورا تابعنا يا هذا تعرف كيف وأين وماذا؟ ماذا ماذا؟ كيف وماذا؟ كيف وماذا؟ كيف وماذا؟ السماء تثلج. كيف تثلج السماء؟ كما يهطل المطر. كيف؟ الثلج والمطر كلاهما من السماء. حقا؟ إن المطر يتكون من قطرات مياه صغيرة متجمعة في الغيوم، وعندما يكون الهواء داخل الغيوم باردا يجعل قطرات الماء تتجمد وتتحول إلى ندف تسقط من السماء. وما هي الندف يا مي؟ نتفة الثلج قطرة ماء متجمدة، ولكل نتفة ثلج 6 وجوه، وكل نتفة لها شكل خاص بها يا عزيزتي. أنستطيع رؤية أشكال نتفة الثلج؟ لا يمكن أن نرى شكل نتفة الثلج بالعين المجردة، ولكن إذا نظرنا إليها من خلال المكبر نستطيع رؤية شكلها قبل أن تسقط على الأرض وتذوب. نعم هذا صحيح. إن الثلوج المتساقطة في فصل الشتاء على قمم الجبال العالية مصدر مهم من مصادر المياه. ولكن لماذا تكثر الثلوج على قمم الجبال العالية؟ أخبريني من فضلك. تنخفض درجات الحرارة وتزداد البرودة كلما ارتفعنا نحو الأعلى، وفي قمم الجبال تكون الحرارة أكثر برودة، فتتراكم الثلوج وتبقى مدة طويلة متماسكة صلبة بينما تهطل الأمطار في المناطق المنخفضة، مما يؤدي إلى ذوبان الثلوج. وعندما تغطى الجبال بالثلج يتمتع الناس كثيرا بالتزلج عليه ويرتدون معاطف تحميهم من البرد. أجل، وفي المناطق الباردة هناك حيوانات كالدب القطبي والرنة تمتلك فراء ثخينا يغطي جسمها ليحميها من البرد. أما نحن فنرتدي المعاطف لتدفئتنا. هيا لنلعب بالثلج قبل أن يذوب. كيف وماذا؟ كيف وماذا؟ كيف وماذا؟ أين لماذا؟ أين لماذا؟ تلك هذه تلك هذه ذاك هذا ذاك هذا تعرف كيف وأين وماذا؟ أين وماذا؟ كيف وماذا؟ حتى تغدو صاحب علم ماذا ماذا؟ أين لماذا؟ فورا تابعنا يا هذا 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 كيف وماذا؟ حتى تغدو صاحب علم صاحب علم أين لماذا؟ فورا كيف وماذا؟ كيف وماذا؟ كيف وماذا؟